أكثر من 100 شخص لقوا مصرعهم الاثنين في حريق في كينيا بعد أن اشتعلت النيران قرب مستودع للوقود في منطقة صناعية في حي مكتظ بالسكان على مشارف العاصمة نيروبي. وقد هرعت فرق الإنقاذ ورجال المطاف إلى مكان الحادث وسط مخاوف من امتداد النيران إلى مناطق عشوائية أخرى. وكانت حادثة أخرى مماثلة وقعت في 2009 أسفرت عن مقتل 120 شخصا بعد أن تسرب الوقود من أحد المستودعات ما أدى إلى انفجاره لاحقاً.